النظام التعليمي في دول العالم الثالث يؤدي إلى مفارقات مدهشة في الخريجين، فطلاب الدرجة الأولى من الأذكياء يذهبون إلى كليات الطب والهندسة، وخريج الدرجة الثانية يذهبون إلى كليات الآداب والقانون، وبذلك يديرون شؤون خريج الدرجة الأولى، وخريج الدرجة الثالثة يصبحون ساسة للبلاد ويحكمون خريج الدرجتين الأولى والثانية. وأما الفاشلون فيلتحقون بالجيش والشرطة ويتحكمون في الساسة، يطيحون بهم من مواقعهم متى أرادوا. أما المدهش حقا فهو أن الذين لم يحصلوا على تعليم أصلا يصبحون شيوخا للقبائل، يأتمر الجميع بأمرهم.